انطلقت فعاليات الأيام السينمائية السورية في العاصمة العمانية مسقط برعاية السيدة منى بنت فهد آل سعيد مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي، وبالتعاون مع السفارة السورية في سلطنة عمان والجمعية العمانية للسينما والمسرح، وذلك بحضور عدد كبير من أبناء الجالية السورية في السلطنة ونخبة من المثقفين العمانيين. ما مرت به سوريا من ظروف الحرب منذ سنوات طويلة، إلا أنه إصرار الفنان السوري بأن يتواجد كان في حد ذاته يعني حاجة عظيمة تمثل لنا نحن خاصة في الخليج العربي، أنه كنا نتوقع أن يعني تتلاشى أو تنهار صناعة الأعمال الدرامية سواء بشقيها طبعا التلفزيوني والسينمائي، إلا أنه بالعكس يعني وجدنا من رحم المعاناة أن ولدت إبداعات جديدة أخرى تضاف إلى ما أنتجته سوريا. تأتي انطلاقا من إيماننا الراسخ بأهمية الثقافة والفن كجسر لتعزيز الحوار والثقافات والتعريف المشترك بين شعبينا الشقيقين بثقافة كل منهما، خاصة وأن سوريا وعمان لديهما حضارة تمتد إلى آلاف السنين. الفعالية تتضمن عرض عدة أفلام سورية أنتجت مؤخرا وتعكس أهمية هذا القطاع الثقافي والإنساني، ففي الافتتاح عرض فيلم دم النخل بحضور مخرج العمل نجدة أنزور، حيث يعكس تكاتف أبناء تدمر والجيش العربي السوري للحفاظ على تراث وحضارة هذه المدينة التاريخية في وجه الإرهاب الذي انتصر عليه السوريون، ولاقى تفاعلا وصدى إيجابي بين الحضور الذين أثنوا على أهمية صناعة السينما والدراما في سوريا خلال سنوات طويلة. تعرف الجمهور العماني الصديق الشقيق اللي له مواقف مبدئية مع الشعب السوري خلال الأزمة على السينما السورية الجادة اللي نحن قمنا بإنتاج مجموعة من الأفلام بالتعاون مع المؤسسة العامة للسينما اللي بتوثق لكل الأحداث اللي مرت فيها البلد، وأيضا توثق للأجيال القادمة أيضا ما حصل في سوريا من تجمعات إرهابية وعصابات إرهابية، وكيف استطاع الجيش العربي السوري أنه يتصدى لهذه الهجمة الإرهابية وأن ينتصر بالنهاية. انطلقت غطت الكرة الأرضية وين ما وجد الإنسان العربي، أعتقد ما في عربي اليوم ما شاهد مسلسل سوري أو فيلم سوري أو مسرحية سورية، بالعكس هم شاهدوا وتركوا انطباعهم القوي من أعمال سوريا. الحضور أشادوا بهذه الفعالية مؤكدين على أهمية تكرارها بشكل دوري في عمان وسوريا ونقل الفن العماني إلى سوريا لتعزيز الدور الثقافي والإنساني بين أبناء البلدين الشقيقين تجسيدا لعمق العلاقة بينهما. إقبال كثيف مع افتتاح فعاليات الأيام السينمائية السورية هنا في العاصمة العمانية مسقط، فرغم الحرب على سوريا نجحت السينما في إيصال الصورة الحقيقية عما تعرضت له البلاد من إرهاب خلال السنوات الماضية. سومر العلي، الأخبارية السورية، مسقط.